يعني مثل ما الطبخ فن، أيضا في أنواع فنون أخرى ومتعددة، ومن ضمنها البنياتا، يعني هذا الفن الذي يعتمد على الورق بشكل يعني أساسي. هنتعرف عن هذا الفن، أشكاله، أنواعه، طرقه، الأفكار من وين تستوحيها. اليوم معنا بالاستوديو المصمم فاتن عبد الغني. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا، صباح النور. يعني إيش هي البنياتا؟ خلينا نعرفها للأشخاص اللي ما أول مرة ممكن تشوفوها، الأشخاص اللي ممكن أول مرة بشوف مثل من هذا النوع من أنواع الفن. البنياتا هي عبارة عن تقليد قديم كان نوجد أول شيء بالمكسيك، كانوا يعني يحتفلوا لما مثلا أي شخص يجي مولود أو يصير عندهم مناسبة أو احتفالات، كانوا يعملوا يصنعوها من الجرار فخار ويعملوا منها أشكال مدببة ويحطوا فيها زي عملات نقدية يعني مصاري، وكانوا يضربوها وأنه هاي زي اللي بتجيب لهم الحظ. في آراء تانية بتحكي أنه في بحار إيطالي اسمه ماركو بولو لما اكتشف الصين شاف بالصين أنه كيف المزارعين كانوا عم يعملوا أشكال على شكل أبقار أو جواميس ويحطوا فيها بذور ويعلقوها وين المحاصيل، وين بدهم يزرعوا محاصيل. كانوا يضربوها عشان تنزل هاي البذور. كان لها استخدامات عديدة. وبيحكوا انه هاي بتجيب لهم الفال، يعني انه بتحسن من انتاج المحصول. يعني هو هلا بيستخدموه احنا باعياد الميلاد، بعبوه شوكليت وكاندي وبصير يضربوا فيه الاولاد، بتنزل هذه يعني الحلوى للاطفال. كيف تشوف اقبال الناس عليها الايام؟ حاسيتها من جديد هي أكثر إشي الإقبال عليها أكثر، يعني هو هي معروفة بس ببلاد تانية، يعني عندنا جديد للناس بلشت تتعرف عليها كثير. هلا لكل الأشخاص اللي حابين يعني إنه يمتهنوا أو إنهم يعني يصير بأنه هيك موهبة، عندهم موهبة إنه يتفننوا بالورق، كونهم بتعتمدوا بشكل كثير كبير على الورق، إيش الأشياء اللي بتستخدميها بخلال يعني صناعتك للدمى؟ نحن عم نشوف الآن موجود معنا بالاستوديو أكثر من نوع دمية، فإيش الأشياء اللي بتستخدميها؟ يعني الاستخدامات والطرق والأشكال يعني المتعددة لهذا النوع. أنا هي الأشكال يعني أشكال اللي بتنعمل بالبالون، هاي بتتلبس بجرايد وبتكون بترفخ البالون بتلبسيه بجرايد مع غيرها، وبتضلك تعمليه اكثر من طبقه لحد ما ينشف، بعدين بتفعل البالون وبتزينيه، بضل المجسم بعد ما ينشف بضل ماكن. وبتلبسيه بورق الكورنيش بتقصصيه زي اللون اللي انت بدك اياه. هذا النوع اللي زي هيك ضرب ينضرب بالعصا بيوقع هي بتتعلق وبينضرب بالعصا لحد ما تنوزع وينزل منها الاشياء. في اشكال ثانيه زي الكب كيك والحصان، هي بتنعمل من كرتون، بتقصي الكرتون بشكل اللي انت بدك اياه، وبتنعمل بطريقه انه سهل انه حتى كمان تنضرب بحاجه ل يعني يكون مصمم عنده ادراك مثلا بالامور الهندسيه، لانه نظرا احنا عم بنشوف يعني قياسات معينه وهيك، فالمصمم بحاجه انه كمان يكون عنده إلمام بالامور الهندسيه ما يتعلق بتصميم هذا النوع من الاشكال. شيء اكيد. وكمان لازم زي كيف الابعاد، يعني لازم يكون عنده نظره بالابعاد انه كيف شكلها حيكون مثلا بس تتعلق، وشو لازم تكون مناسبه مثلا لاي عمر، يعني عمر صغير بده يضرب لازم يعملها من مجسم يكون سهل عليه الضرب. يعني بتعرفي الاطفال عندهم كل مره بيطلع له شيء ومن ثيم معين، بتشوف الاعياد لازم ثيم كامل، مثلا السوبر هيروز اللي كان مثلا ميكي ماوس معنا او اليونيكورن او الكب كيك والى اخره، هذا بيعطي عبء شوي على الاهل، وموده تكون تنفيذها شوي تكون اسعارها مرتفعه وبتتفاوت من شخص لشخص. قد ايه مهم انه يكون يعني بتاخذ بعين الاعتبار الميزانيه الشخص اللي بده يعمل هاي البنياتا عندك، وقد ايه كمان ممكن تساعدي مثلا بافكار جديده لهاي الثيم المعين؟ لا هو صراحه هلا كاسعار يعني عملتها يعني اسعار مناسبه، يعني كونها انها بدايه وحابه كثير يعني اركز انه الناس تعرفها اكثر، يعني يصير في اقبال عليها اكثر، فاسعارها مناسبه للجميع. هلا من ناحيه الاشكال او التصاميم الجديده، بضلني مثلا اي زبونه حابه تطلب او بضلنا مثلا باخذ منها ارائها، بعطيها افكار، بنشوف لشو ممكن نتوصل يعني، وبضلني بتابع معها الشكل يعني اول باول، بضلني متابع معها مثلا نعمل هيك او اللون هيك او الحجم هيك. يعني ندخل هيك بصلب العمل وبصلب الفكره، قد ايه بتاخذ معك القطعه يعني وقت، يعني بتصمم تكتب يعني مراحل بتمر فيها لحتى انه نشوفها بالشكل النهائي؟ هلا شوفي اذا توفر عندي مثلا كان جاهز عندي الادوات يعني بعملها خلال ساعتين، يعني بسرعه خلص بكون حاطه ببالي اني اخلصها يعني ما بقوم الا ما اكون مخلصه كل شيء يعني بايدي. يعني بتشوفي انه اليوم يعني كمصممين
بتقع امامكم تحديات، خصوصا يعني لما يكون في عندك انه نوع جديد، هذا المواهب الجديده والفنون الجديده يعني مثلا فن طي الورق سواء كان اورجامي او بنياتا، يعني نحن عم نشوفها دارجه هاي الايام. بتشوف في تحديات امامكم كمصممين من ناحيه انه هو الترويج، من ناحيه التسويق؟ اكيد اكيد، لانه كل فتره يعني كل فتره بصير عم بيطلع شيء جديد، فلازم تضلك مواكبه، لازم تعرفي ايش اكثر شيء المطلوب، بدك تشوفي مثلا اتجاهات الاطفال لايش، يعني شو اكثر شيء بشدهم، بتحاولي تعرفي انه شو اكثر شيء بيجذبهم، يعني زيك بدك تضلك تتابعي شوفي اشياء جديده. بتعرفي طريقه هيك مثلا للام مثلا هيك سريعه تعمل مثلا بنيات مش رح تقدر تعملها بهالد الكبر، انه بنيات صغيره مثلا اقلها مثلا كيف تقدر تعملها بالبيت لو شيء صغير؟ عادي ممكن تعملها مثلا من علبه كورن فليكس، من علبة كورنفلكس. مظبوط من علبة كورنفلكس، بتكون فاضية وبتزينها، بتجيب ورق الكورنيش مثلا، بتختار هي اللون اللي بدها اياه وبتقصصه زي هاي الطريقة. اوكي. وبتلزقها، فهي ممكن تشوف مثلا ايش حابة تعمل على اي ثيم معين. اوكي. بس عم تحط عيون او اشياء او تطبع الصورة. هي مش مكلفة ماديا يعني، هلا لا مو مكلفة. بجوز البعض بيعتقد هلا لما يشوفوا المجسم بشكل بهذا الحجم وهيك بيعتقدوا انه مكلف ماديا، ولكن هو مش مكلف ماديا، والفكرة منه انه هو بسيط وبيفرح الاطفال والالوان دائما يعني هي بتجذب الاطفال. يعني صراحة الكب كيك والله الوراكي يعني الوان هيك تنطق، وانتم بتعرفوني دائما انا جوعانة والاكل يعني حتى جوع حتى جنبي اليوم بالاشكال. هم الاطفال كثير بيحبوا هاي الالوان وبحبوا يعني انه مبدا انهم هم يضربوها مثلا، او عندنا الميكي ماوس سحب تسحبيها بالخيط بينزل منها الاشياء. أوكي. 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 فهو انه بصير مبدا انه تنافس مين بدي ياخذ الكاندي اكثر يعني تنافس. اليوم كيف انت بالسوشيال ميديا بتروجي بتسوقي لها يعني بروج. كيف بتستخدمي السوشيال ميديا وبتوظفيها بالترويج؟ كثير فادتني السوشيال ميديا، اي شيء بشوف اول شيء طبعا شوف في جديد شو المطلوب، بروج بعرض مثلا اذا عندي بعرض للناس مثلا بيسالوا او اشياء، كثير كثير فادتني يعني. ايش صفحتك على الفيسبوك او انستغرام اذا عندك؟ صفحتي على الفيسبوك بالعربي بنياتا فتوش، وبالانجلش بناتا فتوش، هي لانه بتنقرا بالانجليزي بناتا. يعني والله تصاميم رائعه جدا وكثير حلوه، واحنا يعني مستمتعنا معك، وان شاء الله المشروع هيك يكبر يكبر تقدر تسوي اللي بدك اياه. بدنا نشكرك على تواجدك معنا لليوم، وانا كثير بتشكركم. وبس قديم يعني ممكن يخبروك قبل بيوم اذا بدهم يوصوا مع من عندك صح؟ يعني قبل بيوم على الاقل، هذا يعني لازم انه يكون معك يومين ثلاث. هلا الاشكال اللي زي هيك لازم قبل 4 ايام، انا بدي هو ثلاث كبيره. اوكي اوكي. اما مثلا زي هيك اوكي قبل بيوم يومين. تمام. شكرا لك. شكرا لك.